مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قال خلال القمة التي جمعته مع رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن الجمعة إنه سيغلق موقع التجارب النووية في بلاده في أيار مايو المقبل بحسب ما ذكر مكتب مون الأحد. مبعوثون من مجلس الأمن الدوليين يبدأون زيارة تستمر 4 أيام لبنغلاديش وميانمار للإطلاع بشكل مباشر على أثار حملة قمع عسكري شنتها ميانمار، ونددت بها بريطانيا والولايات المتحدة وآخرون بوصفها تطهيرا عرقيا للمسلمين الروهينجا. صحيفة واشنطن بوست تسلط الضوء على تورط قطر في صفقة البلدات الأربع في سوريا بعد مفاوضات مباشرة مع قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. في أخبارنا المنوعة، سناب شات يبدأ باختبار شكل جديد من الإعلانات التجارية على أن يكون عبارة عن سناب لمدة 6 ثواني غير قابل للتخطي، ما يجعل متصفح التطبيق مجبرا على مشاهدة الإعلان كاملا قبل الانتقال إلى القصة التالية.